مظبوط، ولكن حتى هذه اللحظة حسام عاشور لم يقرر ماذا سيفعل. قلت لحضراتكم ان حسام عاشور عنده عرضين او ثلاثة جوه مصر وعرضين بره مصر. بره مصر الامور بدأت تتضح. انا ما بجدق يعني، ما فيش حد بيطلع يتكلم مع حضراتكم من خلال اهلي الا وبنقول لحضراتكم كل الحقائق واضحة وصريحة. ف هرجع تاني اوجه اخر رساله للمجموعه اللي حضراتكم عارفينها. الاهلي اهلي يا ساده، الاهلي اهلي يا ساده، والتاريخ لن يتغير. فعلاً جمهوره ده حماه، الحقيقة أغنية رائعة وبتدل على قيمة النادي الأهلي. الموضوع التاني اللي عايز أتكلم فيه مع